يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعث إلى بعث إلى أحد العلماء في زمانه، لست متأكدا من الاسم الآن، وقال له عظني، قال له عظني واختصر، قال له اعصي هواك، اعصي هواك. هوى ماذا؟ هوى النفس. النفس إذا كانت تطلب وصاحبها يلبي في كل وقت وفي كل حين، فهذه طامة بالنسبة له، أحيانا النفس تطلب، تشتهي، هكذا قد يشعر الإنسان وقد لا يشعر، ولكن العاقل يشعر أن هذه النفس هي التي تطلب. أكلت ثم تطلب أكلا جديدا، ثم تطلب طعاما مرة أخرى، طعام فوق طعام أو شراب فوق شراب، وهي ليست بحاجة، إنزين، ويخرج عن حد الاعتدال. فهذا عليه أن ينتبه لهذه الطماعة، لأنها ستورده إلى موارد التلف بعد ذلك. ما السموم المختزنة في الأجساد إلا من كثرة الطعام وتنوع الأشربة، خاصة في هذه الأزمنة التي قلت فيها الأطعمة الطازجة الصحية كما يقال، وهكذا في الأمور الأخرى.